بداية نرحب بجميع الرفاق. خير ما نبدأ به الوقوف دقيقة صمت استذكار لشهدائنا. الشهداء هم مشاعر النور. بداية حملتنا المكتبية المتنقلة بالفكر والفلسفة القائد عبد الله أوجلان تحت شعار حان وقت الحرية للقائد عبد الله أوجلان، وهذه الحملة التي بدأت في مدينة منبج وصولا إلى الطبقة ومن ثم إلى الرقة واستذهبوا في دير الزور أيقونة الفرات. هذه الحملة التي انطلقت بطليعة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة، والهدف من هذه الحملة حرية القائد الجسدية. ونحن كحركة شبيبة ثورية واتحاد مرأة شابة في دير الزور نعاهد شعبنا وشهدائنا بالانتقام لشهدائنا والأخذ بثأرهم. وأيضا نقول لكم بمقاومة القائد عبد الله أوجلان ومقاومة مقاتلينا الشجعان ونضالكم، حتما سننتصر، حتما سننتصر، حتما سننتصر.